الناس اللي مجوجين قالوا لهم دابا شي عامين دابا باش قالوا لهم استافدوا تتحول الكاريان في وقال في 98 اييه ولا معرض 99 عاد قالوا لهم ولكن بارطما واش غتقد سبعه نفوس هما رجاله هما مجوجين ما مستافدينش وهاد المحل خلى خويا قلنا زعما لا استافدوا راه يسكنوا مع خوتو دابا بركين يريبوا لي قالك ما يستافدش حتى هو زوفري زوفي طلع لي الدم شات تقرقب تعرف الزنقه كيغوت جاو البوليس داوه دابا مشدود هادشي اللي كاين هادشي راه منكر هادشي راه خويا شحال من عام راه خاصو يستافد واش هاد المراه غيسكنها في الجميترو يلا قولي غيسكنها في الجميترو يتكرفص على هاد المراه شكون اللي غتصبر ليه تسكنوا في الجميترو مكرفص مدرب لها بحال ما كشكون لا انا انا البنات ماشي مشكل انا بغيت غير الاولاد الاولاد يستافدوا الله يسهل عليهم وهي حتى بوليداتهم انا راه بمحالي انا راه مجوجه بمحالي ما غنستافدش مع خوتي ريبوا لي براكتي وعندي ليها اوراق ديالها وعندي ليها كلشي عندي الوراق ديال البراكه ديالي اللي ريبوها لي عندي 6 ديال الوليدات مشات لي البراكه ودابا راني نعس في الخلا والوليدات راهم في الخيريه حطيتهم في دار الحضانه هنا في اسمو عليه تيصرفوا عليهم غير الناس الا ما استافدتش راه ريبوا لي الاستفاده ديالي وعندي الوراق ديالها النمره ديال البراكه ديال امي في هذاك المكان ديال الموتور راه هو شتا تما فين داو لي ريبوها لي ما خداو النمره خارجه ديال امي وانا قالوا لي سير بحال هكا لكن قال ملي جيت نسول على النمره ديال امي قالوا لي نمره امك راه ماتت معها وعلاش تجريو علي انا حنت انا كنت في ليبيا كنت خدام كنت نمشي ونجي وراقيه كلهم مساوين على البراك على البراك مساوين ولما جيت قالوا لي وجابنا محمد السادس الله يبارك فيه الله يخليه بخير جاب لنا من ليبيا على حساب حتى لهنايا وعلى الاخر جاو ريبوا لي البراكه قال لي خرج انت ما كنتش هنايا هما تيسحبوا البراكه بان تيسحبوا البراكه بان راه ما كاين حتى واحد قالوا هاد النمره غادي نديوها وانا فيها انا وفيها امي وقالوا غادي نديوها طلعت هبطت ما كلهم فين ما تمشي تيجريو عليا تيقول لي سير بحال هاد البلاد تنوجه النداء ديالي للباشا وللوالي وللعامل وتنوجه نوجه لهم كلهم تنوجه لهم النداء تاعي.